إيه القصة اللي من كل قصصك ندمتي عليها وحسيتي إنها كانت اختيار غلط يا ريتني ما عملته؟ لا يا ريتني ما عملته. لا ما بتندميش؟ لا، لأن كل حاجة كان فيها حل وكان فيها سيء، ويمكن لو أنا خدت حاجة سيئة قوي يمكن كانت ذنب حاجة كانت كويسة. يعني ما تقدريش تقولي مامتي برضو أكيد ظلمتي طب. يعني وأكيد غلطتي وأكيد أسأتي حتى لو مش مدركة، حتى لو مش بإيدك. أكيد حد حبك وطنشتيه. حبوكي كتير، أنت حبيتي من طرف واحد؟ عمري. عمرك ما حبيتي؟ أنا مش مؤمنة أساساً بالحب. قوليلي. أنا ما مش شايفة إن في حاجة اسمها حب. شايفة إيه؟ أنا شايفة إن الحب ده حالة إحنا بنعملها علشان نبقى عايشين في جو رومانسي. إحنا في حاجة اسمها رومانسية، بس ما فيش حاجة اسمها حب. حب روميو وجولييت ده في الآخر سموا بعض برضو. يعني في ناس بتشوف إنه هم لو كان قصة حبهم مش مستحيلة وينفع يبقوا مع بعض وبقوا مع بعض، كان الحب ده هينتهي وهيتقابلوا في محكمة الأسرة. يعني الحب مش هو ده، هي حالة الرومانتك الأولانية بتاعت العلاقة اللي هي الجاذبية الأول، وبعدين حالة الرومانس اللي بتبقى موجودة دي بتبقى لذيذة. لو اتفق العقل والقلب على حاجة واحدة هي دي العلاقة السليمة. إنما مفيش حاجة اسمها أصلي بحبه هقوم أموت نفسي عشان بحبه، لا ما عنديش الموضوع ده خالص. طب يعني لو الحاجات دي حصلت وبعدين العلاقة دي طولت وإنتي سعيدة، مش هتبقي مثلاً مخلصة للشخص ده، مش قادرة تبقي مع حد غيره، مش هيبقى مثلاً بعد الشخص ده عنك بيقلمك، مش هيبقى يعني لو اختفى من قدامك بيوحشك؟ الإخلاص ملوش دعوة بالحب. الإخلاص ده بلت إن في الشخصية. لو أنت مخلصة تفضلي مخلصة للكلب اللي عندك في البيت، إنما لو أنت مش مخلصة هتخوني أي حد، هتخوني أبوكي وأمك وأخواتك وجوزك وأصحابك وابنك. لو أنا خاينة بالطبيعة خلاص هخون أي حد، وجوزي ده الخيانة السهلة. طب يعني الحالة دي لو خلصت والقلب والعقل اتفقوا، بس الحالة دي برضو خلصت، ما هو ما فيش حالة رومانسية. لا، الحالة الرومانسية ما مش هتعيش، هي هتعيش بعد كده حالات أقوى، مودة ورحمة وعيلة وشعور بالسكينة وشعور بالارتياح. يعني اسألي أي ست تحبي تعيشي مرتاحة ولا تعيشي قلبك بيدق وبتاع وبتتخني؟ لا هتقول لك أعيش مرتاحة، أنا عايزة أعيش مرتاحة، أنا عايزة راجل يريحني، هو دي الراحة. في رجالة ما بتخونش؟ كتير كتير. دينا انتصرت على الرجالة في الصراع وما انتصرتش على المجتمع؟ لا، انتصرت على الرجالة جدا. لقينا حاجة انتصرنا فيها. الحمد لله. والمجتمع؟ المجتمع لسه شوية، استني عليا. لسه عندك أمل؟ ما بتفقديش. أنا الأمل لا ما بيخلصش أبدا في الحياة. ما تفقديش الأمل. ما أنا بتنفس يعني عندي أمل.